مرحبا، أنا رفيق أناضول. أنا فنان إعلامي ومخرج، أعمل في لوس أنجلوس كاليفورنيا. أظن أنني منذ 14 عاماً صغت مصطلح رسمي المعلومات. كنت أعلم أن المعلومات ليس فقط أرقاماً، وإنما هي شكل من أشكال الذاكرة، وهذه الذاكرة قد تأخذ أي شكل. في السنوات السبع الأخيرة بدأنا بالتفكير، إن كانت الآلة تستطيع أن تتعلم فهل يمكنها أن تحلم؟ مثلاً هل يمكنها أن تهلوس؟ للقيام بالمشروع حملنا 53 مليون صورة من 10 منتزهات وطنية مثل سيكويا ويوسميتي وشجرة جوشوا وغيرها، كلها مناطق طبيعية في كاليفورنيا، وسجلنا لعام كامل أصوات الرياح في لوس أنجلوس بأداة خاصة. مثلاً سجلنا سرعة الريح واتجاهها والحرارة والرطوبة، سجلنا أيضاً صوت المحيط الهادئ وحركة المياه، وجمعنا ذلك كله وكأنه رواية خيال علمي من الكاتب فيليب كاي. فكرة أن تفتح باباً وتدخل مساحة لا متناهية حيث يختفي السقف والأرض ويعاد بناء العالم من حولك عبر لوغاريتمات ومعلومات. هذه القطعة الفنية سافرت إلى 24 مدينة، وأكثر من مليوني شخص شهدوا تجربة سلام. وأيضاً لدينا قطعة فنية سميتها Neural Paintings. موضوع ملهم بالنسبة لي هو عقلنا أو الوعي. نستخدم قياسات من علوم الأعصاب لنستطيع أن نتخيل لحظة تذكر أو نعرض شكل الذكريات العاطفية والإيجابية والعقل المتأمل. لدينا قطعة فنية رائعة أسميتها Immersive Piece، كبيرة جداً بعرض 12 متراً وطول 4 أمتار من الرسم بالمعلومات عبر الذكاء الاصطناعي. وهذه اللوحة تعيد بناء فراشة ذكية ومساحات طبيعية من أحلام الذكاء الاصطناعي، وأيضاً الشعاب المرجانية تحت الماء. ومنذ 6 أشهر طلب فريق غرامي التنفيذي ذلك التعاون، كان تركيزهم على الطبيعة وفرق الطبيعة. وأراد استخدام المشرات المعلومات من تلسكوب هابل من مختبر ناسا، ذكريات صورية رائعة من المجرات. الذكاء الاصطناعي أداة قوية ويمكنها أن تكون خطرة جدا على الإنسانية إن لم تكن حذرا في كيفية استخدامه.